للوجع أشكال كثيرة، في الوجع الجسدي اللي بيحمل المريض واللي ما في إنسان في شاركه فيه، وفي الوجع النفسي يلي بيكون متقل على المريض وجعه وموجع معه الناس اللي حواليه. دوري كمعالجة نفسية بمستشفى البير هيكل هو تأمين الدعم لكل المرضى اللي عم بتعالجوا، لعيالهم وللفريق الطبي يلي متابع حالة المريض. العلاجات عم تتطور، بس الإحساس بوجع الآخر هو علاج ثابت، دواه الوحيد هو الكلمة. وجعك موجعنا عليك، خلينا بوجودنا حدك نحمل شوي عنك.